عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا غريبيه بالكركاع جديده. عندي هنا في المقادير 200 غرام ديال الكركاع، انايا طحنتو. عندنا 100 غرام بودره اللوز، اللي ما عندهاش دي غير اللوز العادي، تمسحوا مزيان وتطحنوا. عندي 150 غرام ديال السكر، نحتاجوا لواحد البيضه، معلقه كبيره ديال الكونفيتير يكون سائل، وغادي نحتاجوا نص معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوى. وللتزيين كنحتاجوا البياض البيض، عفوا السكر كلاصي، وكنحتاجوا الانصاف ديال الكركاع. بسم الله نديو، كنديروا هذا السكر ديالنا، نديروا اللوز، نخلطهم. نضيفوا هاد الكونفيتير مع هذيك البيضة، غادي نحتاج ملعقة واحدة أخرى باش نديرو الخمارة. كيما قلت لكم نحتاجو نص معلقة صغيرة ديال الخمارة، ما نكتروش بزاف باش ما تسحناش في الفران. غادي نضيف هاد البيضة، صافي غادي نجمع الكل. هاد الكمية راه تقدها هاد البيضة، يعني بلا ما تزيدو. هي كيما شفتو هي تجمعات. صافي انا نغسل يدي ان شاء الله ونرجع باش نكور معكم الغريبة ديالنا. نبداو نديرو الغريبة ديالنا على شكل كويرات، حاولوا ما نديروهمش كبار، ديروهم متقادين، اولا كتوزنوهم كديرو فيهم 18 او 20 غرام في الوحدة باش يجيو كاع قد قد هكذا. الفران كنشعلو عليه على 180 درجة، انا من بعد نكمل التكوار. صافي كندوزها بياض في السكر كلاصي هكذا، كنحطوها انا كنفند لها غير وجه، تقدروا تفندوها كامله في السكر كلاصي. هذا الشكل كنجيبو انصاف ديال الكركاع، كنضغطو شويه عليهم هذا الشكل، هكذا صافي. انا غادي نكمل ندخلهم الفران، كما قلت لكم انا شاعله عليه على 180 درجه، كندخلهم من الفوق، نشعلو عليه من الفوق حتى كنشوفوها تفقعات وخدات بحال نشفات شويه، عاد كنهبطوها من التحت تكمل الطياب ديالها. هي الغريبه كما كانت الغريبه ديال الكركاع او ديال السميده والكوك او ديال الكوك بوحدها ولا ديال اللوز، ما كتبغيش الطياب بزاف باش ما كتنشفش من الداخل وكتجي فيها ديك التعليقه. هي الغريبه ديالنا، ها هي وجدات ما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم. كما قلت لكم ما خاصهاش الطياب بزاف، تقدروا من الفوق الا ما بقى لكمش الكركاع او لا ما كانش عندكم تزينوها بحبيبات تاع اللوز او تخليوها غير بالسكر كلاصي. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم. دائما كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب، والى وصفات اخرى ان شاء الله.